نروح على غزة، نحن ماشيين بشاهد طلق في سمة. ايش مالك عم؟ ايش مالك؟ تخافيش؟ تعيطيش؟ خلاص تعالي تعالي تخافيش، فيش اشي تمام؟ فيش اشي. هاي هاي كمان واحد، هاي هاي هالقط حتخبط. تعالي 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 هالقط. خفيش خفيش خفيش. عمو عمو خلاص خلاص خفيش خلاص. ما بنقدرش نعيش عند ناس، يعني انت عارف كيف الجنوب صار مليان عالم، مش قادرين نتنفس، حتى النفس مش قادرين نتنفس. وبالمره يعني الحرب كانت وضع سيء علينا. والله تعبنا، والله تعبنا، بدنا نروح نشوف بيوتنا اولادنا واهالينا. صبح الساعة 8 جاني اتصال من زوجتي موجودة في المواصف خان يونس، إلى من أول بداية الحرب من شهر 10، فأنا جيت على منطقة النابلسة أنتظرهم، وإن شاء الله يا رب يجوا. هم هات أنا كلمتها قالت لها موجودة على الحاجز، تنتظر يعني قرار الجيش إنه يدخلوا مع الشمال، وإن شاء الله يا رب يجوا بالسلامة. إن شاء الله. يعني لهم 6 شهور تقريبا هناك، وإن شاء الله بيرجعوا بالسلامة.